هاد الساعة المفتوحة ضمن اللقاء المفتوح ومعنا مجموعة من المستمعات اللي كيقترحوا علينا وصفات ومجموعة من الأطباق. غنمشيو مع المستمعة ندى اللي كتصل بينا من السعودية من المملكة العربية السعودية. صباح الخير ندى ومرحبا. صباح الخير وأهلا وسهلا ندى. يمكن كاين فرق التوقيت تقريبا واحد 3 ساعات ياك؟ واخا قلت لك صباح الخير، حنا صباح الخير باقي عندنا الصباح في المغرب. ممكن مشكل. نعم ندى، كتقترحي علينا بعض المملحات؟ عندي مملحات الببوشة وعندي ضفيرة بحشة الجبن والكاشيا. هادشي مغربي ولا خليجي ولا كيف عاملة؟ لا مغربي. مغربي، نعم. ديتو معاكم الأطباق المغربية؟ أكيد ضروري. نعم، ما كاينش بحالها. طبقة تقليدية. تفضلي يا ندى. باش نبداو؟ باش ما بغيتي، احنا عندنا المملحات واختاري اللي بغيتي. واخا نبداو بالببوشة ولا الضفيرة؟ يلا ببوشة. واخا عندنا المقادير. ايه عندنا 500 غرام دقيق. معك شي حد في البيت؟ ها؟ معك شي حد في المنزل؟ كتسمعينا في جهاز التلفاز؟ واخا تبعدي عليه الا سمحتي لانه كيرجع الصدى ديال الصوت. واخا هكا مزيان؟ تفضلي. اذا عندنا 500 غرام ديال الطحين. عندنا علبة صغيرة ديال القشدة طارية. عندنا 100 مليلتر ديال الماء دافي. ايه معلقة صغيرة ديال الملح. نعم. معلقة كبيرة ونص ديال خميرة الخبز، خميرة معجونة. ثلاثة المعالق الكبار ديال زيت المائدة. ايه معلقة كبيرة ديال سنيدة. نعم. وما دافي للعجن وبيضة مخفوقة للدهن. ما دافي من غير هذاك 100 مليلتر؟ سمحي لي، هناك في القشدة عندنا هي السعة ديالها 100 مليلتر ديال القشدة، يعني ما يعادل باللي مليلتر 100 ملي او لا علبة صغيرة. نعم. وبيضة مخفوقة للدهن. اذا ما عندناش المدافي، ما عندناش فيه منه 100 مليلتر. القشده الطريه اللي عندنا منها. نعم. اذا هاد المملحه هادي غنحتاجوا لها نص كيلو ديال الطحين. 100 مليلتر ديال القشده الطريه، سواء شريناها بالعلبه او شريناها يعني بالعبار. ما يعادل علبه صغيره. نعم. عندنا معلقه صغيره ديال الملحه، خميره المعجونه عندنا منها تقريبا معلقه صغيره ونص. ثلاثة المعالق كبار زيت المائدة. ايه معلقة كبيرة من سنيدة. نحتاجو البيضة واحدة للدهن والمدافي للعجين. تفضلي. هو بالنسبة للحشوة عندنا الجبن وشوية حبات البركة، يعني بس نخلطوها. حبة سوداء. الحبة السوداء. نعم. والجبن يعني واش الجبن البلدي؟ الجبن هذاك اللي كيجي شوية قاصح. جبن بلدي. ايه تفضلي. الطريقه كنعجنوا مقادير العجينه كلها. نعم. ونخليوها تخمر. ومن بعد نعملوها كويرات صغيره بحال ديال الزغيف. ايه ونطلقوها مستطيل صغير قد الكف ديال الايد. ومن بعد نشدو نقسموها، يعني ماشي نقسموها، بالعين كنخلو نص بحال هكا وصين كما هويا ونص كنشرطوه اشرطه. ايه ومن بعد كنخلطو مقادير الحشوه. ونعمرو ونحطو معلقه في الطرف ديال المستطيل. نعم. ونلفوه باتجاه ديك الاشرطه اللي درناها، ومن بعد نشدو الاشرطه ونجيبوها بالاتجاه المعاكس. نعم، باش نحصلوا على داك الشكل ديال الببوشه ولا غلاله. ايه بحال هكا. وكنحاولوا نشكلوها، غير كنحاولوا نشكلوها بشويه بحال الهلال شويه. نجينا بحال الحلزون. ايه حلزون. شويه كبيره. لا يعني شويه قد الحجم ديال الكف. غير هذاك المستطيل اللي عملنا شحال الرق ديالو او السمك ديالو؟ ما يكونش رقيق بزاف، متوسط، يعني شويه باش قد اللي ملي غتخمر لينا. والقياس القياس كامل الا متلناه بشي حاجه اخرى شحال غادي يجينا؟ كيفاش غايجينا؟ نعم سمحي لي مثلا القياس ديال هذيك الببوشه نقولوا قد القرص او لا صغر الكويرات.
نديروهم قد ديال الغيف، قد كويرات ديال الغيف نديروها. خصهم يكونوا صغيورين. صغيورين. نعم، اذا نطلقوها حتى تولي عندنا مستطيل. ايه عندنا. ومن بعد تفضلي بحال هكا يعني بالنظر الموازي بحال نقسموها. شحال الطول ديال المستطيل؟ ما يكونش طويل بزاف. يعني ما قد شوفي باش ما يجيش رقيق. خليهم شويه يعني تكون شويه غليظه. ولكن من تلقيها قد القياس ديال الغلط باش ما تجيش رقيقه بزاف. نعم. ومن بعد الاشريطه ديك اللي كنقطعها تكون فيها سته الاشريطه. واخا قولي لنا كيفاش ها هو المستطيل قدامنا، كيفاش غنعاودو نعاودي لنا طريقه التقطيع؟ المستطيل قدامنا كان بالنظر يعني كنخليوه بحال كنقسموه من النص. ايه صافي، النص نخليوه كما هو ما نديرو فيه حتى شي حاجه. والنص الاخر نقطعوه اشريطه، سته ديال الاشريطه. ومن بعد داك النص اللي بقى عندنا ما درنا فيه والو كنشدو الحشوه ديال الجبن وكنحطوها في اخر المستطيل. نعم صافي. ايه ومن بعد كنلفوه بودا يعني بالاتجاه ديال الاشريطه. نعم كتا كنوصلوا لحد ديال الاشريطه وكنشدوا الاشريطه كنجيبوها بالاتجاه المعاكس. نعم. ومن بعد كنشكلوها غير بشويه بحال الهلال، عشويه تاخذ غير الفورمه شويه كدور. ومن بعد كنحطوها في الطاوه كندهنوها. نعم بالاصفر بالبيض. ومن بعد نخليوها شويه تخمر. نعم ونسخنوا الفران على درجه متوسطه ونعاودوا ندهنوها مره اخرى وتقدم للسحراح، تخبزوها وتقدم للسحراح. نعم باش يجي الشكل يعني مغاير، ما واخا حنا هذه عجينه ولكن العجينه في شكل مغاير. نعم طلع عليك ندى. الوصفه الثانيه عندك حتى هي مملحه على شكل ضفيره. تفضلي. عندنا 350 غرام ديال الدقيق. نعم جوج معالق كبار ديال الزبده لينه. بيضه. نعم معلقه صغيره ديال الملح. ثلاثه المعالق ديال السكر سنيده. نعم معلقه كبيره ونص ديال خميره معجونه. ومن بعد ما دافي للعجل. ايه عندنا الحشوه. ايه عندنا 100 غرام ديال الكاشير ديال الدجاج. 100 غرام ديال الفرماج محكوك. نعم وشويه الزعتر. نعم والفلفله السودانيه حسب الاختيار اللي بغى يديرها واللي ما بغاش الحار. صافي هذه هي المقادير. عندنا بيضه عندنا للدهن. شويه زيت. معلقه ومعلقه ديال صلصه الصوجا. وبيضه. نعم صافي هذو هما المقادير. اذا نعاود معك مقادير العجين. عندنا فيها 350 غرام ديال الطحين، جوج معالق كبار من الزبده اللينه، بيضه وحده، معلقه صغيره من الملحه، ثلاثه المعالق كبار ديال سنيده، معلقه كبيره ونص ديال الخميره المعجونه، والماء دافئ للعجين. نعم هذا بالنسبه للعجين. بالنسبه للحشوه غناخذوا 100 غرام ديال الكاشير ديال الدجاج. 100 غرام ديال الفرماج حمر محكوك. شويه ديال الزعتر. والسودانيه كتبقى اختياريه اللي كيبغي الحار او لا. غنحتاج ايضا من اجل الدهن معلقه كبيره ديال الزيت، غنخلطوه مع معلقه كبيره ديال صلصه الصوجا ومع بيضه واحده. اذا هالمقادير كلها عندنا، شنو غنديروا؟ صافي دابا كنشدوا الدقيق وجميع المقادير الجافه كنبسوها مع الزبده. ومن بعد كنبداو نعجنوا بالمواد الاخرى اللي هي البيض والماء. نعم ومن بعد كندلكوها مزيان ونخليوها تخمر لمده ساعه ولا نص ساعة. ومن بعد ندركوا العجين نطلقوه حتى نطلقوه مستطيل. إيه وكان من ينطلقوه مستطيل كنشدوا أربعة الأصابع من الوسط، يعني أربعة أصابع من الوسط. كنخليوه الجناب. نعم ودوك الجناب اللي خليناهم كنشرطوهم أشرطة. نعم إذا كناخدوا العجين كله كنطلقوه.
كنطلقوا كل العجين، هي كلها ديال العجين. اها اه ها هو عندنا مستطيل قدامنا. ايوا اي كنحسبوا من الوسط. دابا هي رجلينا قدامنا في الوسط، كنحسبوا اربعه الاصابع. ايه كنخليوها نعم، ومن بعد الجناب كنشدوهم نديروهم اشرطه. كيفاش الجناب؟ يعني من الجنب اللي دابا ها هي العجينه عندنا في الوسط، كنشد نشد الجنب اللي في اليمين كنشرطوه، والجنب اللي في اليسار كنشرطوه اشرطه. ايه ومن بعد كنسدوا الحشوه كنخلطوها كلها. نعم. ومن بعد نحطوها في الوسط. ايه على طول العجين كنحطوها. نعم. من بعد نشدوا شريط من اليمين وشريط من اليسار، كتجي بحال نبداو كنخلفوا نضفروها هكا. نعم. اذا كنحطوا اصبعنا في الوسط اليد ديالنا، كنحطوها في الوسط ديال العجين. اها حنايا عندنا ميزاننا، كنمشيو للوسط ديال العجين وكنحطوا يدينا. باش يجيني الجنب اليمين مساوي مع الجنب اليسار، كنخليو يدينا محطوطين وحنا كنقطعوا الجوانب ديال داك المستطيل. حتى كنوصلوا اليد ديالنا، ملي كنحيدوا يدينا طبعا كتبقى ديك البلاصه اللي كنا حاطين فيها اليدين ما مقطعاش. والجناب مشرطين، جنبات مشرطين، هذيك هي البلاصه اللي ما مقطعش هي اللي غنعمروها بالحشوه. وكنبداو كنخالفوا دوك الجناب اللي قطعنا. اييه كنخالفوهم، ومن بعد نشدوا الطاوه نحطوه فوقها العجين وكندهنوها بمقادير الدهن بالزيت والبيض وبصلصه الصوجة. ومن بعد اختياري، يا اما ترشي فوقها الزنجلان او الحبه السوداء. نعم. بارك الله عليك ندى، وشكرا على هذه الوصفات هذه. تحية لك وتحية الجالية المغربية المقيمة بالمملكة العربية السعودية. ممكن بجميع تحية؟ نعم لا كان عندي تحيتي للبابا اللي في الديار الإيطالية اللي هي في الاستماع دابا، وتحية لبابا اللي كيسمع ليا، وماما واختي. شكرا جزيلا وتحية لك. لكم. الله يبارك فيك ندى، وتحيات